الو، مع السلامة نور يا كابتن توفيق. اهلا اهلا وسهلا، مساء الفل يا ابو الكباتن. ازيك يا كابتن هشام؟ الحمد لله معانا يا جماعة الكابتن توفيق محمود، كبير مشجعي الزمالك بالقاهرة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يا ابو الكباتن على الزمالك، والف مليون مليار مبروك لجماهير الزمالك العظيمة. كان ده نهائي مبكر. الماتش التاني بقى قلنا هنتكلم في ساعتها بين سيراميكا والاهلي. الحقيقة فريق سيراميكا بقيادة المدير الفني القدير تلاعب بالاهلي ولعب مباراة كبيرة قوي. كورة ايه ونقل ايه ولاعيبة ايه وفرص ايه، ايه رأيك يا ابو الكباتن في اداء سيراميكا؟ والله فعلا زي ما انت بتقول يا كابتن هشام، انا شايف ان الفريق الاحسن هو اللي خسر في ماتش الاهلي وسيراميكا، لان سيراميكا عمل كل حاجه في الكوره، من مسك الكوره وقوه وانقدار على كل كوره وامكانيات اعلى وكل حاجه، بس مش عارف، انا مش وسوء عارف حظ، اتفضل. كان في سوء حظ غريب في اللمسة يعني الأخيرة لفريق سيراميكا عكس الأهلي كان محظوظ. بس في شوية ملاحظات كده أبو الكباتن، إن الهدف الأولاني اللي سجله طاهر، تقريبا طاهر محمد طاهر صح طاهر كده؟ اه احمد الهدف طاهر محمد دوت، طاهر الهدف دوت ليه ماله؟ بسام ظهر بمظهر مش قادر يمسك الكرة؟ لأن طاهر ضربه بكتفه. طبعا هي كانت في اول 20 ثانية تقريبا، وده وطاهر داخل طبعا بكل قوة خوف بسام، وكان هيتعور من اولها وكده، وكرة مفاجأة صراحة. دي لو في اوروبا او في اي حته فيها عداله الفار يلغي الجون على طول، وطبعا الجون ده فرق طبعا لمصلحه الاهلي. كمان في أنا لعبه تانية يا ابو الكباتن عاوز اقولها لك، اللي هو رامي ربيع دخل في رجلين اللاعب جامد وخد انذار، ودي المفروض كان يبقى فيها مراجعه فار. ايه راي حضرتك؟ المفروض الفار يراجع الكور اللي زي دي، خطر جدا اللي هو داس على رجل اللاعب بتاع سيراميكا، لكن ما اعرفش يعني اهو بيرفض الفار والحكم انه يدي انه يراجع على الاهلي الكور اللي زي دي. وفي لاعب سيراميكا على ما افتكر بيرستا ولا معرفش مين زقه بايده، واضحه جدا، ولا الحكم قال حاجه ولا في الفار قالوا حاجه. دي لو على الزمالك تتحسب هوا، وضربه جزاء صحيحه 100% ما اتحسبتش لسيراميكا. طبعا كان هيعمل الحركه اللي بيعملها بايده، حركه البار دي اللي هو المربع ده اللي بيعملوه ولا المستطيل، ويجري على بره وهوا يخش يوم يصور على ضربه جزاء لو على الزمالك. كمان يا ابو الكباتن لو تفتكر في الشوط الثاني اكرم كان واخد انذار، اكرم توفيق، وفي لعبه تعمد انه يلعب الكره بايده، ولاعيبه سيراميكا نبهه احمد الغندور الحكم، قالوا له ده لعبها بايده المفروض انذار تاني ويطرد، والحكم طبعا ما قدرش. هي دي واضحة جدا جدا ان اكرم المفروض ياخد الانذار الثاني، طالما واخد انذار اولاني الكرة دي انذار ملهاش يعني ملهاش حل ثالث، انذار وخلاص وشكرا على وكارت كده، احمر ده الانذار الثاني. كارت احمر وشكرا على كده. لكن هي متعودة يا كابتن انت، مش اول ما مرة هو الاهلي كسب 2-1، انا بعتبر بمساعدة تحكيمية، وصعد للنهائي عشان يقابل الزمالك، وربنا يستر بقى في مباراة النهائي، لان شكل امين عمر بتاع مش مقتنع هو اللي هيحكم المباراة. انا عاوز اقول بس حاجه، ان احنا مش اول ماتش الاهلي يبقى هياخدوا الانذار الثاني، لا هياخدوا الانذار الثاني ويطرد يرفض الحكم برضه، تقريبا السنه اللي فاتت نهائي الكاس برضه نفس الحكايه، مع في نهائي السوبر مع سيراميكا نفس الحكايه، يرفض ان هو يطرد لو يا ريت الماتشات دي تتعاد وكده، ويرفض الحكم والفار انه يرجع على الكوره، مع انها مش محتاجه مراجعه، انذار ثاني وفار، وعشان يبقى الكوره حتى فيها منافسه شويه. النهارده سيراميكا عمل كل حاجه في الكوره، لو كان اتطرد اكرم توفيق كان ممكن على الاقل يتعادلوا ويكسبوا اقول ضربات لحضرتك الجزاء. على حاجه، لا هلبس سيراميكا فانيله الاهلي اللون الاحمر ونقول للحكم ده الاهلي، كانوا هيكسبوا. بالظبط كده، على الاقل كان هيطرد واضحه وضوح الشمس، وهيات اول مره يا كابتن يسار، مياس مره وبتعدي وخلاص، ده كتير جدا على لا ده كده. مسلسل متكرر. مسلسل متكرر والله. وانا شايف ان سيراميكا يعني احسن فريق في الاربع فرق اللي وصلوا لنهايات السوبر السنه دي اللي هي بالسوبر المصري بالامارات، هو سيراميكا احسن فريق، ادى كوره 10 على 10 صراحه. وحرام انه يعني انا بقول له هارد لاك طبعا في الاول وفي الاخر كوره كده، بس حرام ان هو ايه
يتغلب في المباراه اللي زي دي، ويطلع الاهلي هو اللي فاز بكورتين فايتين او كره من كورنر وكره الاولانيه في اول 20 ثانيه. طب على العموم من خلال البرنامج بتاعك ده هقولها لك بسرعه كابتن يوسف، من خلال البرنامج اللي هو اللي حضرتك بتقدمه ده، وانا عارف ان القناه بتاعتك متشافه وكده، احنا بنكتب مجلس الاداره لنادي الزمالك، معلش اذا كان صوتي تعبان، من مصر الزمالك يا كابتن يوسف. لا ولا يهمك يا ابو الكبان. الله. طب دلوقتي يا ابو الكباتن، الخوف طبعا هم راسمين انهم يكسبوا الزمالك في النهائي بالحكام المصريين، فربنا يستر. انا شايف التخطيط من الاعلام قوي جدا جدا، بقاله بتاع اسبوع اشاعات طلعت ان الزمالك ما بياخدش بطولتين ورا بعض، مع انه واخدها في 2020 اثنين كاس سوبر ورا بعض، كاس سوبر افريقيا وسوبر مصر، يعني قريب مش بعيد. والاهلي ما بيخسرش بطولتين ورا بعض، لا بيخسر طبعا، وما مش هيخسر ليه بطولتين ورا بعض او احنا شايفين مستوى الاهلي مستوى عادي جدا واقل من العادي، بس لو في تحكيم، لو في تحكيم بس يعني في ضمير هنلاقي فرص. الاهلي مع حكامه والزمالك مع ربنا افضل من الكل. فعشان كده يا كابتن هشام، من خلال القناه بتاعت حضرتك دي، انا عارف انها قناه متشافه وكده ومسموعه، فانا بناشد مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب، لو سمحتوا عاوزين، لو سمحت معلش انا صوتي والله من ماتش الزمالك، انا اسف يا كابتن. لا ولا يهمك يا كابتن توفيق، الله يخليك، كلنا ذلك الرجل. صوتي موجود من ساعه ماتش الزمالك، فانا احنا بننشده، نقول له يا كابتن حسين لازم تطلب حكام اجانب بسرعه، مفيش مشكله. طب هو لو طلب حكام اجانب هم هيستجيبوا؟ بص يا كابتن هشام، انا عارف لو احتمال 1% اعمله، مفيش مشكله اطلب، حتى لو احتمال 1% انهم يجيبوا حكام، طالما في امل 1% مفيش مشكله، لازم 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 نطلب حكام اجانب، ولازم نعرفهم اللي احنا مش راضيين عن التحكيم المصري. غالبا يا ابو الكباتن امين عمر هو اللي هيحكم النهائي، الحكم ده بتاع مش مقتنع وربنا يستر. طبعا وبعدين ليهم طرق واساليب غريبه جدا جدا في التحكيم، ممكن يبان لك ان هو منتهى النزاهه وهو من تحت لتحت يضيع الماتش. على العموم كابتن توفيق محمود كبير مشجع الزمالك بالقاهره، شرفتني ونورتني. الشرف لنا يا كباتن ومتشكرين جدا. طبعا. تحب تضيف حاجه؟ الله يخليك يا كابتن هشام، وانا عاوزين برضو دعوات الزملكاويه من هنا اليوم الخميس، ما نبطلش دعوات باذن الله. الماتش الساعه 8 وقبل منه هيبقى 4 و5 في الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا باذن الله، والف مبروك للزمالك وهارد الله يبارك فيك، وهارد لك لسيراميكا على المباراه الكبيره. بنحيي فريق سيراميكا اداء مشرف بقياده مديره الفني ايمن الرمادي، انا شايفه افضل من جوميز صراحة، وأفضل من كولر. بالظبط كده. شكرا أبو الكباتن، ألف سلام. شكرا كابتن هشام، شكرا معك.